عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما قال ربنا في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك ما قال ربنا جل جلاله في سورة البقرة الآية 148، وفي سورة المائدة الآية 48: فاستبقوا الخيرات. وما قال ربنا في سورة الحج الآية 77: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.